بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة اليوم تحت العنوان كاستمايزنج ذا بلاير. البلاير يا جماعة بمنتهى البساطة هو الويندو اللي احنا بنعمل فيها بريفيو، المربع اللي انت بتحاول تعمل له، اللي انت اساسا بتحجمه، اللي فيه كل الكونتنت بتاعك، ده بتسميه البلاير يا جماعة. انا بقى انت ممكن تعمل كنترول عليه، انت ممكن تعمل كنترول عليه من نواحي مختلفة. مثلا لو انت كنت عايز الفكرة بشكل عام، يعني سايد بار وكومون فيتشرز. السايد بار اللي على الناحية الشمال اللي هو في المنيو والكلام الفاضي ده، والكومون فيتشرز اللي هي الزراير التحكم والتوجيه من تحت نكست والبريفيوس والسيك بتاعت السلايد لو انت كنت حاططها بتايم معين او ما شابه. طبعا انت ممكن تختار ان انت ما تحطش فيه سايد بار وبتحط الفيتشرز اللي بتاعت نكست والبريفيوس يفضلوا موجودين، او انت ممكن تختار نو بلاير فيتشرز خالص، ما تحطش ولا سايد بار ولا فيتشرز خالص. انت تحاول تعمل بروجرامنج للبوتنز بتوعك. ده ان شاء الله باذن الله هيكون مسار حديثنا بشكل مفصل في التوتوريال ديت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.